بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الكونديشنال فورماتنج. احنا اتكلمنا عن الفورماتنج، عرفنا كل تفاصيلها. النهاردة هنتكلم عن الكونديشنال فورماتنج. الكونديشنال فورماتنج بتتلخص في انك عايز تعمل فورمات لفيلد عند لما يكون في شرط معين. يعني اقول له لو حصل كذا ادي الفورمات دي، لو حصل كذا ادي الفورمات دي. يعني مثلا عايز تخلي كل اسعار الاوردرز والمبيعات اللي حصلت اللي اكتر من 1000 جنيه مثلا تتعمل بلون مميز، اصفر اخضر اي حاجه غير اللون المعتاد. عايز تدي مثلا العميل اللي صاحب اكبر نسبه مبيعات لون معين او الرو بتاعه ياخد فورمات مختلف عن الناس العاديه. كل ده تقدر انك تعمله بالكونديشنال فورماتنج. تعالوا ندخل على الكريستال ريبورتس ونشوف هنعملها ازاي. بتعمل كليك يمين على الفيد اللي انت عايز تعمل ليه فورماتنج، وتختار حاجه اسمها هايلايتنج اكسبرت. ولو ما لقيتهاش موجوده على طول في المنيو هتلاقيها موجوده في حاجه اسمها فورمات، وبتختار منها الهايلايتنج اكسبرت. تعال نتك عليها ونشوف هتظهر لنا ايه. بتظهر لك شاشه بيكون فيها الكونديشنز اللي متاحه عندك. احنا لحد دلوقتي ما عملناش اي شروط لموضوع الفورماتنج. تعال نعمل نيو. هتلاقي فيه بيظهر لك على اليمين شاشه بتقول لك اسمها ايتم اديتور. تعالوا نختار. بيقول لك هذا الفيلد ده انت عايزه يحصل، يعني ايه الفيلد بالظبط اللي انت عايز ان انت تختاره، او ان انت على اساسه بتقيم القيمه بتاعته وعلى اساسها بتعمل فورماتنج ليه. بيقول لك انت عندك اكتر من فيلد، عندك النيم، عندك الادرس، وكمان هذا فيلد هو بيعبر عن الاي دي اللي احنا مختارينه. تعالوا نشتغل على الاي دي ونقول له لو الاي دي ده از ايكوال، ولو ضغطت على القائمه هتلاقي في عندك از ايكوال از نوت ايكوال تو، يعني مش مساوي لي او لو يساوي لي، اكبر من اصغر من ما بين. في كل ده هتلاقي كل دي صياغه هتلاقيها متاحه عندك. تعالوا نقول له لو مثلا هو اكبر من 2 هنديله فورماتنج. نقول له الديفولت بتاعك مثلا تلك، ونقول له الكولر هيبقى لونه، تعالوا نختاره لونه مميز، نختاره ازرق، والباك جراوند نختارها جراي. طيب البوردر نقول مثلا دبل بوكس. ودلوقتي بقى السامبل بتاعك ظاهر لك هنا كده في الخانه اللي اسمها سامبل. تعالوا نقول له اوكي ونروح نشوف هيدينا ايه. نروح للبريفيو، هتلاقي اي اي دي هيبقى اكبر من الرقم 2 هتلاقيه بياخد الفورمات اللي انت مختاره ده. طيب تعالوا مثلا نزود في الداتابيز بتاعتنا على التيبل اللي اسمه كاستمر، ونقول له احنا عايزين نضيف كمان اسم. نقول مثلا اسلام، والعنوان مثلا اسوان. تمام، تعالوا بقى نروح نعمل ريفرش للداتا بتاعتنا من ريبورت، نختار ريفرش ريبورت داتا. اوكي، ظهر ليك اسلام بنفس الفورمات لان هو واخد اي دي 4 اكبر من 2. تعالوا نعمل فورمات للنيم. النيم لسه مش واخد اي فورماتنج، نديله نيو فورمات ونقول له الفيلد ده لو هو is not equal مثلا لمين؟ لجاك. اي حاجة ما تساويش جاك اديها فورمات. اختار الفورمات اللي انت عايزها، احنا بس بنتست. نقول له اوكي، نروح نعمل براوز او بريفيو. هتلاقي اي حاجه غير جاك بتاخد الستايل اللي انت مختاره. هي دي الكونديشنال فورماتنج، بتخليك تقدر تعمل شويه اشكال مميزه او فورمات مميزه لبعض العناصر اللي انت عايز تظهرها في التقرير، زي مبيعات، زي ما قلنا مبيعات مثلا اعلى من معدل معين، اعلى مثلا 10 مبيعات، دي تقدر تعملها لكن عن طريق شويه فورمولاز ممكن تعملها، لكن دي هنتكلم عليها بعدين ان شاء الله. لكن دلوقتي الهايلايتنج اكسبرت بيوفر لك الميزه بتاعت ان انت تقدر تعمل كونديشنال فورماتنج من غير ما تكتب فورمولاز. بتختار العنصر وتبدا انت تختار الشرط وعلى اساسه بتعمل الفورماتنج بتاعك. طبعا انت تقدر انت تضيف اكتر من فورمات. يعني انت لو جينا هنا واخترنا الهايلايتنج اكسبرت تاني وقلنا له نيو،
بت نيو تعالى نمسح واحد لان نضفنا اتنين. قال ان ظهر لي كونديشن تاني، تعالوا برضو نختاره نفس الفيلد ونقول له لو هو ايكوال تو مثلا واحد اديله فورمات مختلف. نقول له اوكي، نروح نعمل بريفيو. هتلاقي الفيلد اللي اسمه اللي واخد الاي دي واحد اللي هي ايكوال تو واحد واخد لون خط غير الالوان العاديه، واخد هنا واخدين ازرق، هو واخد اخضر، هو واخد دلوقتي لون خط اخضر غير الالوان العاديه الازرق، وكمان واخد خلفيه زيتي. طيب تمام كده احنا قدرنا ان احنا نشتغل على الكونديشنال فورماتنج. طيب تعالوا نشتغل نفس الموضوع ده على الفيجوال ستوديو علشان الناس اللي شغاله عليه. تعالوا نروح وبرضه نعمل كليك يمين على الفيلد ونختار هايلايتنج اكسبرت. هتروح تلاقي نفس الشاشه وتقدر تعمل نفس العناصر وتعمل نفس الكونديشنز الموجوده وبراحتك زي ما تحب. تعالوا نقول له لو هو بتوين ما بين مثلا 2 لتل 4 هتديله فورمات بولد اصفر. ونقول اوكي نفس الطريقه اللي احنا عملناها. ونروح نعمل ريبورت بريفيو. هتلاقي العناصر اللي هي من اول 2 ما بين 2 ل 4 من اول 2 ل 4 واخده الفورمات اللي احنا اخترناها، لون الخط اصفر والخطين تحتها وبنفس الفورمات اللي احنا اخترناها.